أنا والد المصاب ليث شاهد محمد الحبيس. ليث كان في زيارة عند نسائبه في منطقة السحاب، وتفاجأت الساعة 9 مساء من يوم الخميس تليفون، وإلا أنه ليث مصاب بطلق ناري من أثر الأعراس الموجودة في المنطقة. أنا كان الخبر يعني صادم جدا بالنسبة لي، فسحبت حالي وطلعت على ابني على أساس أطمن عليه، وكان الوضع والحمد لله كان الوضع سيء جدا، والحمد لله الآن قيد العلاج وإن شاء الله تكون الأمور سليمة. حبيت احكي قبل جريده الدستور، واوجه رساله الى الانسان الذي اوجه له واقول له اتق الله في نفسك. لو كان ابنك، لو كان اخوك، ترضى على نفسك انه بصير بهالحاله هاي؟ اتقوا الله في انفسكم اذا تطلقوا العيارات الناريه. العيار الناري كما يخرج من البندقيه يرجع الى الارض بنفس السرعه. هذا اكبر غلط. قد ايش في تحذير يعني الناس الطخ الايام هاي صار مشكله كبيره، يعني عدم مؤاخذه الرصاص اللي يطلع هذا المرجوع يرجع لعنا. الان البلد تعبت، كل المنطقه صار فيها سكان، صار فيها ناس تتحرك تروح وتيجي. وندائي الى وزاره الداخليه والى مدير الامن العام والى رئاسه الوزراء انهم يتخذوا اشد الاجراءات في هذا المهزله اللي بتصير. بوجه رساله للامن العام بيقوم بمتابعه الوضع لابني ليث، معرفة مين السبب، مين اللي يعني بدي تحقيق كامل بهذا الموضوع. من يوم طالع اللي بده يروح على احتفال ويسحب سلاح ويرمي راح ناخذ كل الاجراءات. يعني لا سمح الله ابني بيطلع باحتفال وبيرمي، بطلب من الاجهزه الامنيه ياخذوا نفس الاجراءات عليه. كفى استهتارا بارواح المواطنين.